في اخبار الفريق الاول، ويمكن الخبر الاول معايا ويخص ناصر ماهر لاعب النادي الاهلي والعائد من اعاره من سموحه. النادي الاهلي يغرم ناصر ماهر ماديا. قصه ناصر ماهر، يعني البعض او الفتره الاخيره بالتحديد ناس كتير جدا بتتكلم عن ناصر ماهر وانه زعلان انه عايز يمشي، انه جاي له عروض، لكن الامر مش كده خالص. يعني ناصر ماهر يمكن جاي له بعض العروض، لكن الجهاز الفني متمسك بيه بشكل كبير جدا، وخصوصا هو احد اللاعبين المميزين جدا. ويمكن شفناه الموسم الماضي مع فريق سموحه، ادى موسم اكثر من رائع، وقدر ان هو يساهم مع سموحه في العديد من المباريات، وطبعا اداؤه كان رائع جدا. فبالتالي كان قرار الجهاز الفني عوده ناصر ماهر للنادي الاهلي، فبالتالي صعب جدا ان النادي الاهلي يتخلى عن ناصر ماهر خلال الفتره المقبله، حتى لو جاله عروض كتير، بس الجهاز الفني خلاص قرر ان ناصر ماهر هيكون متواجد واحد العناصر المهمه بالنسبه للنادي الاهلي خلال الفتره القادمه. لكن العقوبه الماديه بالنسبه لناصر ماهر كانت ليه؟ ناصر ماهر بعد العوده من كرواتيا يمكن تغيب عن التدريبات. طبيعي جدا الكابتن محمد يوسف مدير الكره والمدرب العام في النادي الاهلي ان هو يوقع عليه عقوبه ماليه طبقا للائحه. فبالتالي النهارده ناصر ماهر، خليني اقول لكم ان كان متواجد في المران الصباحي اللي كان الساعه 9 الصبح، جه وقبل التمرين الصبح اعتذر للجهاز الفني كابتن محمد يوسف ومستر باتريس كارتيرون، اعتذر لهم وقال ان الموقف ده اكيد مش هيتكرر تاني. واكيد ناصر ماهر يعني لسه ممكن يكون صغير شويه، لكن الاهم ان هو يتعلم من هذه الاخطاء عشان يقدر يكمل مسيرته بشكل ناجح جدا، وخصوصا ان هو عنصر مبشر بشكل كبير زي ما احنا متابعين اللاعب ومدى اهميته السنه اللي فاتت مع فريق سموحه. فالمهم ان ناصر ان شاء الله يتعلم من اخطائه اللي وقع فيها خلال الفتره اللي فاتت بالتحديد. فبالتالي الكابتن محمد يوسف ومستر باتريس كارتيرون والجهاز الفني تقبلوا اعتذار ناصر ماهر، لكن ده ما يمنعش ان الكابتن محمد يوسف هيطبق عليه اللائحه الماليه خصوصا بعد تغيبه. ده شيء طبيعي ودي مبادئ لازم بتكون موجودة.